نعم، يعني قبل قليل وصلت سيارات الإسعاف إلى مستشفى شهداء الأقصى، حيث غارات جديدة قام بها الاحتلال الإسرائيلي، بل مجازر جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في أكثر من منطقة ما بين وسط القطاع في دير البلح ومنطقة المغازي، مخيم المغازي وأيضا مخيم النصيرات. حتى هذه اللحظة سيارات الإسعاف لا زالت تهرأ إلى مستشفى شهداء الأقصى وتجلب المزيد من الإصابات جراء هذه الغارات التي كانت تتركز على منازل المواطنين بشكل مباشر. منازل كانت مليئة بالمواطنين المدنيين قام الاحتلال الإسرائيلي باستهدافها دون سابق إنذار أو تحذير، مخلفا هذا العدد من المصابين وهذا العدد من الشهداء والمفقودين حتى هذه اللحظة. إذن سيارة الإسعاف الآن هي محملة بإصابات، هذه الإصابة، هذه طفلة جديدة الآن تصل إلى مستشفى شهداء الأقصى. نحاول أن نعرف طبيعة هذا الاستهداف وعدد المصابين. يعطيك العافية، يعطيك العافية. من وين هذول الإصابات؟ مغازي. بيت، تم استهداف بيت يعني؟ شكرا. إذن هذه السيارة التي تصل الآن هي من جراء استهداف الذي قام بالاحتلال الإسرائيلي لمنطقة المغازي، مخيم المغازي، وهو من المخيمات التي تتواجد في المنطقة الشرقية لوسط قطاع غزة، أو هي من المناطق التي حظيت بالأيام الأخيرة الماضية بعدد من الغارات من السكان أبو ناموس أو من النازحين ربما، التي لا زالت موجودة محمد في المنطقة ولم يتم إجلاءها حتى هذه اللحظة، نظرا لأن عدد سيارات الإسعاف قليل وثلاثة استهدافات تمت مرة واحدة في مناطق مختلفة ما بين منطقة دير البلح ونصيرات وأيضا المغازي. وهنا ننوه بأن هذه المنازل التي يتم استهدافها هي لا تقتصر على ساكنيها فقط، بل إنما هناك عدد من النازحين الذين يتواجدون في هذه المنازل. الاحتلال الإسرائيلي قام باستهدافهم بشكل مباشر. رأينا إحدى الإصابات هي طفلة صغيرة، وأيضا في السيارة الثانية كان هناك أطفال وكان هناك سيدة وشاب. السيارة الواحدة لا تقل إصابة واحدة فقط وإنما تقل عدد من الإصابات. الآن تتجهز سيارة الإسعاف كي تعود مرة أخرى لمنطقة الاستهداف في مخيم المغازي، ومنها من سيذهب إلى مخيم النصيرات وأيضا إلى وسط المدينة دير البلح حيث الاستهداف الأخير. حتى هذه اللحظة كما يردني 6 شهداء قد وصلوا جراء هذه الغارات المتكررة، نتحدث عن 4 شهداء من مخيم المغازي و2 من النصيرات. وهذه الغارات الإسرائيلية التي لا زالت مستمرة تخلف المزيد من الشهداء والمصابين وأيضا المفقودين. سيارات الإسعاف الآن بعد أن ما أفرغت ما فيها